مستعده لمغامرتنا النهارده؟ مستعده جدا جدا. طب رضوى، دي تاني مره ليكي تعملي سكاي دايفنج، احكي لنا اول مره كانت امتى وفين؟ اول مره كانت سنه 2018 وكانت فوق الاهرامات. ده كان من اوائل الايفنتس اللي ليها علاقه يعني بالسكاي دايفنج اللي بتحصل في مصر. كنت مبسوطه جدا جدا انه جات لي الفرصه ان انا اعمل التجربه دي، لان انا كان من احلامي ان انا اعمل سكاي دايفنج، فما كنتش مصدقه بصراحه. يعني اول ما قالوا لي يلا وتعالي وجربي وكده، كنت حقيقي حاسه انه دي هتبقى بدايه لحاجات جميله، وخصوصا ان انا كمان صورتها في برنامجي. فاتبسطت قوي قوي لما عملت التجربه دي، لان من بعدها ودتني بقى ان انا اعمل مغامرات اكتر واكتر، كمان شجعتني. قولي لنا اخر مغامره عملتيها كانت امتى وفين؟ اخر مغامره غالبا كانت الموتوسيكلات. كنت يعني مع جروب بايكرز، وعملت يعني خدنا بقى الموتوسيكلات وطلعنا على الطريق الصحراوي. بس قبلها عملت حاجات كتير بقى ومغامرات كتير، كاياك مثلا، عملت باتيناج، عملت تسلق الالعاب الهوائيه في دير القديس سمعان. بالنسبه لك دخولك لكليه اعلام كان مغامره ولا لا؟ كان مغامره بالنسبه للناس اللي حواليا الحقيقه، مش ليا، لانه انا كنت شايفه نفسي مش هعرف اعمل اي حاجه تانية غير ان انا ادخل كليه اعلام واشتغل في مجال الاعلام. بس الناس اللي حواليا يعني اهلي وكده كانوا شايفين انه انت جايبه مجموع اكبر، فممكن تدخلي اي كليه تانية، مجال الاعلام هيبقى صعب ان انت تشتغلي فيه وتدرسيه وكده، لانه في عمل كتير. بس انا حقيقي كنت حباه وكنت شايفه نفسي فيه جدا، فما كانش يعني عندي اي فرصه ان انا اشوف اي بديل الحقيقه. اكيد اتقال لك وانت في الكليه ان انت مش هتعرفي تلاقي شغل بعد التخرج، كان بالنسبه لك الموضوع ده عامل ازاي؟ هو وانا في الكليه ما كنتش متوقعه ده، يعني ما كنتش متوقعه ان انا مش هلاقي شغل بعد التخرج بصراحه. كنت فاكره انه اول ما اتخرج هشتغل على طول، هلاقي كل حاجه مستنياني. فما كانش عندي القلق ده وانا في الكليه الحقيقه. بدات احس بيه بقى لما اتخرجت ولقيت شويه صعوبات في الموضوع، انه لا انت هتعملي ايه، هتدخلي المجال ده ازاي، مع اني ما كنتش اخدت اي فرصه ان انا اجرب حتى اثبت اني اقدر اعمل حاجه. ف شويه كان يعني ده حسيت بيه بقى بعد التخرج مش وانا في الكليه الحقيقه. احنا عارفين ان تقريبا اكبر مغامره عملتيها في حياتك هي الاشتراك في البرنامج الرئاسي لتاهيل الشباب، احكي لنا بقى عن المغامره دي. دي احلى مغامره عملتها في حياتي الحقيقه، يعني بشوف ان دي من احلى الحاجات اللي انا عملتها وسعيده بيها وغيرت حياتي بصراحه للاحلى. انا انضميت للدفعه الثالثه من البرنامج الرئاسي، وانا داخله التجربه دي الحقيقه كان هدفي ان انا عايزه اكون علاقات، اتعرف على ناس مختلفه من محافظات مصر المختلفه. الحقيقه ان انا لقيت ده ولقيت اكتر من كده كمان، يعني لقيت نفسي بشارك في تنظيم مؤتمرات الشباب ومنتديات شباب العالم بنسخها المختلفه. لقيت نفسي قريبه قوي من حاجات كتيره بتحصل وشايفاها عن قرب، غير بقى الناس الجميله اللي انا كسبتهم يعني اخوات واصدقاء. والحقيقه انه بالنسبه لي ده كان من احلى الفرص اللي انا اخذتها اني ابقى ضمن شباب البرنامج الرئاسي. رضوى، احنا خلصنا اسئله، وبعد الاجابات العظيمه دي اثبتت لنا ان انت مغامره بنسبه 98%. لا انا عايزه الاثنين في الميه اللي ما خدتهمش. لا 98 ده اعلى حد لحد دلوقتي، يعني ده هيديكي لقب مغامره مش سهله خالص. دلوقتي تقدري تاخدي تاشيرتك وتستعدي للمغامره. شكرا شكرا، يعني مستعده جدا ومتحمسه جدا جدا، يلا بينا. رضوى، قبل ما نمشي عاوزينك تسجلي فويس نوت، ممكن تسجليها لنفسك او لاي حد من عيلتك تحكي لهم انت حاسه ايه دلوقتي. الفويس نوت دي انا مش هسمعها معاكي، هخرج بره وهنسمعها اول ما تنزلي من الطياره ان شاء الله. ان شاء الله. اوكي يلا بينا. ماما نجوم السماء